مساء الخير. بعد عطلة شهر رمضان علموا خبر بيرجع بتوقيته الجديد مساء كل أحد لمواكبة كل الأحداث وشرح خفايا ما يحصل اجتماعياً إنسانياً وإدارياً. واللافت أن الإجازة لم تشمل الصفقات والتسويات التي تتم بإطار محاصصة البلد، ومن أهداف البرنامج الأساسية متابعة الملفات المشبوهة والكشف عنها. أحداث الشهر الماضي كانت حافلة بجملة قضايا تستحق العلم والخبر، وبعيداً عن صفحة التفجيرات الأليمة لابد من التوقف عند محطة الامتحانات الرسمية التي شكلت هذا العام محطة استحقاق بإدارتها الناجحة من قبل الوزير الياس بوصعب. واللافت تحويل الامتحانات إلى مهنة من قبل الشاطرين اللي بيقدروا يقدموا عن غيرهم وينجحوا. الليلة رح يكشف الوزير عن طريقة للتصدي للغش اللي حصل ومنع أي غش من هالنوع بالمستقبل. وحتى بالقداسة والتبريك ماشي الاحتيال، شخصين استغلوا اسم الكنيسة وبيت الفقير وبعد ما شيدوا قصر باسمهم وأخذوا الملايين من المؤمنين انفضح احتيالهم، وبدل أن يسجنوا تحولوا إلى الغناء وأحياء الحفلات. وأيضا ماذا حصل بشأن قضية المبيدات المسرطنة؟ وهل خضار وفاكهة لبنان بخطر؟ وللحديث عن الخطر تتمي والخطر الناتج عن الحوادث، موت بياخد الولاد فجأة من حضن أهلهم، كيف ممكن نتفدي؟ نتوقف مع عناوين علم وخبر. الليلة بعلم وخبر. قداسة وفن ابتكار احتيال باسم الكنيسة، شو قصة نبيل وناجي؟ مين ضبط غش الامتحانات؟ الضابط بخبر الحكاية، ومين قدم عن غيره؟ خطر السرطان من مبيدات الخضار، شو عم بيصير بين الزراعة والصحة؟ موت غريق وحوادث طريق، قدر أو إهمال؟ يمكن تم اعتماد هالطريقة من سنوات، شغلة الشاطر اللي بيقدم عن غيره الامتحانات الرسمية شغلة، بس غلطة هالشاطر كانت بألف لأنه ضابط المنطقة المسؤول اكتشف الغش والوزير ما سكت أبداً ولفلف القضية. خلينا نشوف سوا هيدا التقرير. امتحانات الرسمية الأخيرة ما كانت اختبار أمام التلاميذ بمواد دراسية فقط، إنما شكلت أيضاً امتحان لخطة وزارة التربية الجديدة، كما أداء عناصر قوى الأمن الداخلي من ناحية ضبط الأمن والغش خلال الإجابة على المسابقات. وبوقت حققت الامتحانات نسب نجاح مرتفعة بصفوف التلاميذ، شكل ضبط عملية غش تلميذ المنتحل الصفة بمدرسة دبير الرسمية الاختبار اللي أظهرت الدولة فيه بأجهزتها أداء ممتاز. بتفاصيل الحادثة أنه تلميذ خضع لامتحانات الشهادة المتوسطة كما الثانوية العامة عن تلميذين، ولاحقاً تبين بحسب التحقيقات المستمرة أنه بيعمل مع شبكة واسعة بتقوم بأعمال من هالنوع بجبل لبنان وبيروت مقابل $1000 عن البروفي و $3000 تقريباً عن الترمينال. فريق علم وخبر رافق 2 من 4 عناصر تابعين لفصيلة درك أنطلياس ساهموا بجهدهم ومتابعتهم لتعليمات مديرية قوى الأمن الداخلي وخطة الوزارة بضبط هالشبكة، ورجع معهم على موقع الحادثة. على الساعة 8 نكون فوتنا كل التلاميذ، 8:05 بدق الباب، برجع بفتح الباب أنا، بيطلع في جاي تلميذ مؤخر، حط كبي على راسه ومطي راسه، قلت له علي راسك، على راسه، طلع نفس التلميذ ومقدم بروفي قبل بوقت، قبل بجمعة. عرفت عليه كون انا صار لي من وقت ما قدموا بروفيه بنفس المدرسه حاطيني. اخذت منه ورقه، عيطت للمؤهل اول كونه رئيس النقطه، وقلت له هذا هو قدم بروفيه، قال لي مزبوط عرفنا عليه، وفوتني عند الاستاذ تبع المدرسه. اعطيته ورقه اول شيء، طلع ورقه نفس الشكل اللي هو بس اصرينا عليه، اصر عليه المؤهل الاول انه هذا هو ذاته، كان طالب منا سيجاره، قال له نحن ما بندخن وما معنا دخان. ساعتها دغري توجهت لرئيس المركز وبلغته الموضوع. أخذ إجراءاته هو، تأكد منه أنه هو ذاته الشخص واللي مقدم بالبريفي ومقدم بشو اسمه. ساعتها أخذناه دغري سقناه على فصيلة، وبالفصيلة هونيك سلمناه. هو بساعتها دغري قال، يعني شدينا كثير على مشان انت دغري قر بالموضوع وقر أنه هو مقدم بالبريفي. يعني الشكل تبعه بعده محفوظ من وقت اللي كان يفوت لوقت اللي يطلع. اول شيء قص شعره، قرع شعره ولبس الكبه. 4 من عناصر هالشبكه موقوفين، لكن الملف ما تسكر بعد، وكل متورط ما يزال حتى اللحظه بالمرصد.
بهالفقرة معنا رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية بوزارة التربية السيدة هيلدا خوري. أهلا وسهلا فيك أستاذة هيلدا. تابعنا هيدا الريبورت ويعني تابعنا شو صار بالامتحانات الرسمية اللي كان لها وقع هالسنة، نظرا لأنه كان في ضابط إيقاع هو الوزير الياس أبو صعب اللي رح يكون كمان معنا باتصال هاتفي. بقى شو قضية هالغش يعني، وكأنه كانت تحصل من سنوات. أكيد الغش بالامتحانات صار لسنين، بس هلأ إجا شخص قرر أنه يوقف هيدا الفساد. يعني لو ما في وزير فعلا مقرر يروح بالملف للآخر، يمكن كانت تسكر هاي السنة مثل السنين اللي قبل. طيب بالنسبة لتقديم شخص عن غيره، هل كانت عم تعتمد هيدا القضية تحديدا من زمان وهو شخص ذاته كان قبل سنوات كمان؟ هو مش بس هو شخص شاطر كتير الهيئة. ايه هو حرام يعني، هو ضحية، بس ما فينا كمان نقول انه نتركه كمان مثل هو موقوف حاليا. هو وكم شخص يعني، هي شبكة طويلة عريضة وكان صار لهم بيقدموا عن بعضهم سنين. يعني ما بعرف هلأ قديه بدنا نرجع نعمل نشيل شهادات من ناس ديجا قطعوا وهن مش مقدمين عن حالهم، يعني حدا مقدم عنهم. ضروري هيدا الشيء يتوقف تنرجع فعلا نعطي للشهادة قيمتها. طيب بدنا نكشف الليلة للمشاهدين انه حتى إفادة النجاح صار في صورة للطالب عليها مثل ما هلأ رح نشوف على الشاشة. معنا علامات كتير حلوين كنت عم بقريهم هلأ تحت الهواء، شي بكبر القلب انه الطالبة هي الطالبة كمان موجه لها تحية، يارا توني الزغبي، اللي هي علاماتها رائعين يعني 19 و20 و18 وهول علامات كتير حلوين، اللي ناجحة الأولى بالبروفي. رح نشوف نموذج عن الشهادة السنة اللي رح يستلموها الطلاب اللي فيها صورة، وأيضا اللافت هلأ كمان رح يشرح لنا الوزير أنه بطاقة الترشح صارت من هلأ ورايح مع صورة، يعني ما بقى في مجال حدا يقدر يقدم عن حدا. مظبوط معالي الوزير، مساء الخير. مساء الخير غادة لك ولهيلدا ولكل المستمعين. يعطيكم العافية يعني بعد هالشهود اللي قمتوا فيها خلال هالامتحانات، واللي يعني قدرنا عرفنا شو عم بيصير فيها هالمرة. يعني قبل كان يصير كتير اشياء الهيئة ما كان حدا يعرف شيء. شو رأيك؟ شو تقييمك لكل اللي صار السنة بالامتحانات؟ طبيعي هلأ شغلة الغش بالامتحانات الرسمية كمان لحتى ما نقول أنه لبنان البلد الوحيد اللي الطلاب بغشوا فيه بالامتحانات، بكل أنحاء العالم التلاميذ بحاولوا يغشوا بالامتحانات. نعم. إذا بتقري تقارير بأمريكا بأوروبا وين ما كانت بتصير، إنما الملفت بلبنان كان عم نشوف أنه حتى أوقات نلاقي مشاركة من بعض المراقبين. يعني حتى بالإدارة من وزارة التربية من المناطق التربوية كان أوقات يصير في ترتيبات معينة لتسهل الأمور لأولاد مسؤولين لغيره إلى آخره. نحن أخذنا قرار أنه بدنا نعمل لفظة بالامتحانات الرسمية، وهيدي منا قصة كانت سهلة، كان في معارضة كتير كبيرة بالأساس. وصلنا لمرحلة أنه كان في عدد كتير قليل من الأشخاص اللي قالوا نحن بدنا نمشي معك. مين اللي عارض معالي الوزير؟ مين اللي يعني طبعا اللي عارضوا هن اللي معودين كانوا على سيستم معين ماشيين عليه بالامتحانات الرسميه بالماضي، خافوا في منهم، خافوا من التغيير، يعني خافوا انه اذا غيرنا ممكن ما ننجح. ضل في عدد كثير قليل، وبدي وجه تحيه لهيلدا اللي قاعده معك لانه فعلا هيدي الانسه ما نامت ليل نهار بالوزاره. نعم. كمان المدير العام اليوم سافر صار عم بيواكب عملها، ولكن هي والفريق اللي معها والاي تي وكل اللي رجعوا بالنتيجه بالاول كانوا خايفين لحد ما اقتنعوا انه هيدا الوزير ما راح يغير، بدكم تمشوا الامتحانات الرسميه بالخطه الجديده. نعم. او ما يكون في امتحانات رسميه، انما نرجع مثل ما كنا ماشيين بالماضي، كان شيء مرفوض بالنسبه لنا. نعم. وبدي اشكر كل القائمين بالوزاره وكل الاساتذه اللي اخر شيء لما شافوا الموضوع مشي التحقوا فيه. طيب. هيدي خطوه اولى غادة، وطبعا انا ما بقول وصلنا اللي بدنا اياه، انما صار في عندنا معلومات مخيفه بما يتعلق بالغش وبما يتعلق بالاصلاح التربوي اللي بدنا نعمله فيما بعد. الداتا اللي صارت بين ايدينا اليوم. نعم. من طريقه اجراء الامتحانات وتصحيحها والنقاط، صار فيني فوت على اي مدرسه ان كان بعكار وان كان بالبقاع، قل لهم للاداره تبع المدرسه عندكم استاذ بماده التاريخ ما علم منيح، هيدا هو النتيجه. صار فيكم تحصوا اكثر حركه الامتحانات من بدايتها، يعني من الاسئله حتى المدرسه ضعيفه وين اذا بالفيزيك، تنقول وين بالفيزيك باي. نعم. شابتر حتى حسب الاسئله. فهيدي ما في عندنا مجال نحكي عنها ونشرحها هلا، بدها شرح طويل، انما اللي بدي اقوله بالنسبه للامتحانات
كان حتى المواطنين عم بيشاركوا معنا، يعني انا عن طريق التواصل الاجتماعي بتجيني افكار. وحده من شخص هلا ما عم بتذكر اسمه، ما عم بعرف مين هو، بس اجاني مره مساج ودرسنا الموضوع، وهذا الشيء اللي خلاني اليوم اعلن انه اليوم لا مش البطاقه اللي صار عليها صوره لاول مره، البطاقه اليوم كمان هيدي لاول مره بياخذوها الطلاب بهالشكل. والاستاذ اللي عم بيراقب صار عنده خريطه للصف قدامه بكل تلميذ وين قاعد باي مقعد الصوره تبعه. ونحن صغرنا مراكز الامتحانات اللي تمكنت من خلال القوى الامنيه بالمساعده انه تقدر نضبط الموضوع اكثر واكثر. نعم رح نشوف النموذج. النموذج اللي بين ايديك صار فيك تشوفي كيف موزع الصف، مين قاعد فوق، مين قاعد تحت، مين قاعد وراء، والالوان اللي عم بتشوفيها بتعبر عن المدرسه اللي بينتمي لها الطالب. لحتى ما نشوف اثنين قاعدين حط بعضهم او وراء بعضهم مثلا اذا كانوا من نفس المدرسه. يعني بنقول لهم للطلاب ما بقى يعني لازم يدرسوا، ما بقى يتكلوا انه يقدروا انه يعملوا يغشوا او يقدروا يعملوا طريقه لحتى. لا هذا اللي بدي اقوله، 95% من طلاب لبنان بيدرسوا بيتكلوا على حالهم. انما نحن اليوم عم بدنا نسكر المجال قدام ال 5% اللي كان ما لهم علاقه بالشهاده وما لازم يجوا. هلا معالي الوزير، تفضل. اليوم لاول مره نحن عم نقول هيدي البطاقه عم تطلع وصارت واضحه. بدي وجه شغلتين، أول شيء قبل ما أقول كيف عم تطلع صارت الشهادة وليش، بدي أشكر الجيش اللبناني والقوى الأمنية وقوى الأمن الداخلي اللي واكبونا بشكل مش طبيعي بهالفترة. وفعلاً لما شافوا الجدية من قبلنا، ولما أنا أعطيت توجيهات لرؤساء المراكز أنه حتى القوى الأمنية ممنوع تفوت على مراكزكم، على الباب دورهم وأنتم مسؤوليتكم جوا، صار في خلل مرة واحدة طلع بالإعلام دغري لواء بصبوص عالجه. يعني كان في جدية وكان في حماية وكان في مواكبة من القوى الأمنية، من الجيش اللبناني ومن قوى الأمن الداخلي. بدي وجه لهم تحية واشكرهم، لانه لو ما منهم ما بنقدر نطبق اللي طبقناه. نعم المرحلة الاولى. الشغلة الثانية اللي بدي اقولها انه اليوم كمان كانوا عم بيغشوا وعم بيقدموا عن بعضهم البعض بصور مختلفة. نحن فينا ضبطنا، بس يمكن ما ضبطنا كل العالم. المفاجأة اللي رح تطلع هلا واللي عندك صارت بين ايديك اللي هي نموذج عن الشهادة، لأول مرة عم تطلع شهادة الطالب بصورته يعني الفعلي اللي قدم. يعني أي إنسان اليوم بعد حدا تاني وزمط ما قدرنا نكمشه بشي محل معين راح قدم عنه. افترضي حضرتك غادة عم بتقدمي كنتي، لكن كنت مزورة إخراج عيد وحاطة صورة الشهادة. الشهادة بتطلع للي قدم مش بتطلع للي بتطلع الشهادة باسم غادة وصورة هيلدا، إذا هيلدا اللي بقدم عنه. مشان هيك اليوم نبشرهم إذا حدا اعتقد أنه هو زمط وما حدا كمشه وقدم عن غيره، للاسف رح تطلع الشهاده مش بصوره الشخص الفعلي، بصوره الصاحب الشخص اللي قدم. هيدي كمان وحده من الاجراءات اللي اخذناها، وان شاء الله لقدام بتصير ان شاء الله رح رح نحكي اكثر ببعض الامور التقنيه مع استاذه هيلدا. ولكن سؤال معالي الوزير، اللي عم بغش يعني، ومن المعروف انه في شبكات كانت حتى بقلب وزاره التربيه يعني تعتمد اساليب غش وتسهل عمليات الغش، فهل اتخذت اجراءات بحق البعض او يعني باطار الحمله الاصلاحيه اللي لازم تكون حمله شامله؟ هذا التحقيق ماشي اليوم. في اربع اشخاص موقوفين، في اثنين في بحث وتحري بحقهم معروفين بالاسماء ورقم السجل. موظفين هن يعني لا هو كل الاشخاص لحد هلا، في طلاب ضحايا، طلاب جامعات ضحايا سنه اولى يمكن كرمال المصاري عملوها. انا بتاسف انه يكونوا هن مسجونين اليوم وما يكونوا بجامعاتهم، لانهم اكيد طلاب لامعين وناجحين. ولكن نحن هذا الملف ما راح يتسكر إلا ما تنكمش العصابة كاملة. حتى وصولا إذا قدرنا نثبت داخل الإدارة وداخل الوزارة إذا كان في من يتواطأ معهم رح نوصل عليها ورح نكمشها ورح نعلن عنها. ما في تغطية لهذا الملف، ما حدا من السياسيين بيقدر يضغط علينا ولا حدا حاول يضغط علينا. طب بالنسبة بالنسبة معالي الوزير، بالنسبة للي كنت بلشت عم تعمله واكتشفته أيضا وما عدنا عرفنا عنه شيء، المدارس الشبه مجانية، وين صار هيدا الملف؟ هيدا الملف بالمناسبة أنت معنا هلا. لا لا كله هيدا بياخذ وقت كثير غابة يمكن لنحكي عنه، إنما مش بس هيدا، رح تشوفي من هلا لفترة تقريبا شهر الاعلان عن اقفال عدد من المدارس اللي ما لازم تكون مدرسه وما لازم تكون فاتحه. وكمان بخبرك لاول مره يمكن واحده من المدارس اللي اعلنت عنها اللي كانت هي عم بتسجل طلاب وهميين ومشاركه هيدا الموضوع.
نعم. اجاني طلب من صاحب الاجازه، صاحب الرخصه، بيقول لي بطلب منك اقفال المدرسه وسحب الترخيص. وهيدي الشغله صارت لانه انكمشت الامور، وانا عم اقول لك منا المدرسه الوحيده، في ناس كانوا يستعملوا هيدي الرخصه، هيدي المدرسه اليوم انتقلوا ليستعملوا رخص لمدارس اخرى، معنا خبر فيهم كلهم، رح نتابعهم ورح نعلن عن اسمائهم ورح نقول لهم للاهل من هلا، المدارس اللي رح نعلن عنها ما تسجلوا تلاميذكم فيها اولادكم، لانه اذا سجلتوهم ما رح نخليهم يقدموا على شهاده رسميه خلال السنه القادمه. فهذا الموضوع اخذينه للاخير وعلى محمل الجد وما في تراجع عنه. شكرا لك معالي الوزير الياس بوصعب. بنرجع لعندك استاذه هيلدا، في بعض الامور اللي والاجراءات الاصلاحيه اللي صارت بالوزاره على غير صعيد بطاقه الترشح او الشهاده، شو بتخبرينا عنها؟ إذا بدنا نبلش نقول قبل الامتحانات كنا عم نحضر مزبوط للخطوات الإصلاحية. أول شغلة قلنا بدنا نطلب من الأستاذ نحن عمل إضافي مجهود أكثر، مشان هيك عطى الوزير حقه، عمل تعديل الأجور مع وزير المالية، وصار فعلا إذا بيروح الأستاذ بياخد حقه بالمراقبة وبالتصحيح. كمان في خطوة كتير منيحة عملها، بياخد حقه يعني دغري أنه بطريقة سريعة قصديك؟ مش بطريقة سريعة، بس بالأول كان يعني فعلا يصحح يقضي كل النهار أو يراقب لأجر هالقد خفيف، يعني ما صار في أدنى من يعني الترانسبور يلي بيدفعوا تيوصل على محل مرأبة. فمعطى حقه، هاي حلوة للأساتذة أكيد، لأنه وقتها بدنا نطلب منهم شغل يعني لازم على القليل ينعطيوا حقهم للأساتذة. وفعلا الامتحانات الرسمية كانت عم تمشي منيح لأنه كان في أساتذة عندهم ضمير. هلأ مزبوط في 5% كانوا مش عم يشتغلوا صح، بس ما بيعني أنه الأغلبية كانت عم تشتغل بضمير. في شغلة انعملت بالتصحيح أنه صارت كل المواد مثل بعضها، وهيدي أول مرة بيعملها خطوة الوزير، أنه المواد الأدبية مثل المواد العلمية. لأنه إذا بدنا نبني إنسان بالتربية ما بيصير نعطي للمواد العلمية حقها حسب الأدبية أو العكس، لازم الإنسان نكون عم نعمله ينبنى من كل النواحي. نعم. مشان هيك ساوى كل المواد ببعضها بالتعديل الأجور. نعم. كمان الخطوة اللي انعملت أنه اللجان الفاحصة، يعني اللجان وضع الأسئلة تغيرت. عادة كانت تصير، بس كانت الأسئلة هينة هيدي السنة، يعني تم التشدد بموضوع الغش بس بالمقابل كان في تساهل بموضوع الأسئلة، هيك هيدا الواقع يعني. هلا هي الامتحانات عملية تقييمية تقويمية، يعني مفترض نحن مش نحط القصص الصعبه بس لانه نعقدها للتلميذ. نعم. انه في قصص لازم نقيسها، كانت عم تنقيس وتغيرت هيدي اللجان. لاول مره تركنا مجال انه العالم تقدم سير ذاتيه ونكون عم ناخذهم بناء على كفاءتهم. نعم. مش بناء على واسطه، يعني كمان كانت خطوه اول مره بتصير بوزاره التربيه. غير هيك اذا بنحكي عن موضوع كبير هو مكننه الامتحانات، يعني الموضوع اللي كان عم يحكي عليه معالي انه يركب رئيس مركز معين مع مراقبين معينين تيجي ابن هيدا المسؤول بالدوله ويجيب علامات عاليه بالامتحانات او يجيب 12 وياخذ. بطل في تخطيط لمين بيكون هون ومين مسؤول هون ومين مراقب هون، صارت الامور صار في برنامج. نعم. برنامج يعني على الكمبيوتر. خلينا بس لحتى نعطي كمان قوى الامن الداخلي حقها بموضوع يعني ضبط غش الامتحانات اللي حصل واللي كشف يمكن عن اجراءات كثير مهمه. معنا على الخط العقيد جوزيف مسلم، مسؤول العلاقات العامه بقوى الامن الداخلي. مساء الخير. مساء الخير حضرتك. مساء الخير لك ولمعالي الوزير. نعم. المدير عام وزاره التربيه ولضيفتي كمان المسؤوله عن الامتحانات. كيف تم يعني هل تم مكافاه يعني العنصر او الضابط اللي كشف عن موضوع الغش؟ لانه يعني مش هينه، يعني كان بدها سرعه بديهه، بدها ذكاء، بدها هيك اطلاع، وممكن انه هالشيء يعني كان فتحه باب مهم انه نحسن من اداء مستوى الامتحانات ومستوى الطلاب. اكيد كان في مكافاه اول شيء فوريه من قبل المدير العام لقوانين الداخل الوزير ابراهيم بخبوس، يعني هنيهم شخصيا وفقهم شخصيا بالمكتب مع امر الفصيله والعناصر الملاجئين كان بحمايه تامين الحمايه لهالمدرسه. نعم. اللي نحن دورنا يعني وبعدنا مستمرين بالتحيه اللي بلشت بفصيله قنت الياس حاليا تحت نفخه الجديد القضائيه. نعم. التحقيق مستمر فيما يتعلق بهالعمليه الغش اللي صارت تنوصل لاخر ممكن اي ادله جديده او معطيات جديده. نحن بعدنا متابعينها تقدر نحافظ على هذه الشهاده. نحن دورنا كقوى امن داخلي مش بس حمايه المدارس اللي هي هون الوعي ودور العنصر الواعي، قدرنا من خلالها عملنا عمليه رادعه على اي شيء بالمستقبل يصير كونه نفسه. الهيئه انه كمان القضاء عم بيساعدكم بالتحقيقات، يعني القضاء المختص عم بيلبيكم لحتى تقدروا تكملوا. طبعا نحن من خلال التحقيق يعني بنعمل باشاره القضاء المختص. نعم. النيابات العامه، ونحن مستمرين بالتنسيق مع القضاء فيما يتعلق بالتحقيق.
نحن دورنا برجع بقول انه هيدي الحمايه اللي عم نأمن فيها، هيدي انه نحن اساسا مثل ما بنلاحق عمليه بنلاحق الجريمه، بنكافح اي الشبكات الارهابيه والتجسسيه وغير الامور، كيف نحن عم نتفضل هالامور؟ بالنسبه لنا اذا متصوب بنشوف اللي هي هو الشباب من فصيله درك، فصيله درك اونتيليت اللي دورهم مكافحه الجريمه ودورهم من دوريات واقفين عم يحموا اللي عم يحموا المدارس او يامنوا يراقبوا اي مشكله تفوت او اي شخص مثل ما صار انه مزور يفوت على هيدي شغله. بالنسبه لنا كقوى امن داخلي صحيح ما لها علاقه بالجريمة بس لها علاقه بالامن القومي، نحن كقوى امن داخلي مش بس ايضا بنحمي المدرسه ومنراقب المدرسه، نحن من خلال بنواكب الاسئله صباحا على المدارس، على كل المدارس المتصور، على كل المدارس في عندنا مواكبات للاسئله، في عندنا مواكبات للامتحانات لان المسابقات بعد ما تخلص كمان بنرجعهم وبنحمي ايضا بنأمن المواكبه والحمايه لاماكن التصحيح ولاماكن كمان ايضا الاختراع او التاليف الاسئله، فاذا دورنا اساسي من ايماننا انه هيدي شغله امن قومي، امن قومي مثل ما في بالعالم يلي بنحكي بالبترول، كمان في عندنا الماتيار جريز يلي هو بترول جريز يلي بالنسبه لنا اهم يلي ما نشوفه بالبحر طبعا، وهذا الشيء مواكب يلي النفط يلي ما نلاقيه كمان عبر البحر، هذا اذا شفناه بالبحر ونحن بهمنا نبعد اي شبهه عن الشهاده الرسميه ان شاء الله تكون سمعت شهادتنا بلبنان وبكل دول العالم. شكرا لك حضره العقيد، ونحن حبينا انه كمان يكون في مشاركه لقوى الامن الداخلي، يمكن بعلموا خبر بعد العطله حبينا كمان نحكي عن اشياء حلوه، عن اشياء منيحه ايجابيه رغم كل اللي عم بيصير، رغم كل الفساد اللي عم بيصير واللي بعده يعني بامور كثيره عم بتحاولوا تتصدوا له. بملف ذوي الاحتياجات والصعوبات التعليميه عم بخبرونا انه في كثير امور متشابكه مع وزارات ثانيه، شؤون اجتماعيه، وزاره صحه، في مافيا بتستغل ذوي الاحتياجات الخاصه وبتقيم على ذوقها مين بينعفى من الامتحان مين لا، شو بتخبرينا؟ في لجنة للإعفاء من الامتحانات الرسمية بالشهادة المتوسطة تقدم تقريبا ب 800 طلب إعفاء، لما فتحنا الطلبات اكتشفنا أنه هن نفس الناس يلي بيعطوا تيست بيعملوه، إن كان طبيب نفسي أو كان بسيكوثيرابيوت معالج نفسي أو كان حتى علم نفس تربوي عم بيعطي التحليل تبعوله، اللي طلع أنه مثلا في شخص أخذ من وراء هيدا الملف تقريبا 120,000 دولار ربحان ورا هيدا الملف، شخص بيبقى طبيعي بيقول لك انه هو مش طبيعي بس تنعفى من الدوله وبيندفع له مقابل هيدا الشيء اموال. شو في فنون يعني بالبلد، يعني شو في طرق هيك لحتى والاكثر من هيك انه عم بيدقروا، يعني في عندك اطفال مش لازم ياخذوا دواء، بينعطيوا دواء من قبل اطباء حتى لهون بيروحوا هيدا ملف كثير حساس يمكن بده ينبحث فيه بطريقه مفصله اكثر. هيدا الوزير عم بيحضر هلا ملف كتير كبير على الموضوع، رح يبعثه لوزير الصحة. بما انه في ادويه يعني في علاقه لوزير الصحه، في طريقه كيف بيتعاطوا مع ذوي الاحتياجات الخاصه يعني. وكمان وزاره الشؤون في اتصالات عم تسال عن نتائج البكالوريا الفنيه، شو بتقولي لهم؟ لا هيدا مع غير مديريه عامه بس قريبا اكيد بينعلن التعليم المهني والتقني قريبا ان شاء الله انه كمان قريبا بينعلن عنه، بكون عندنا ناس ناجحين متفوقين ان شاء الله. بتحب تضيف شيء باخر اللقاء معك؟ كرمال التصحيح في نقطه مهمه لازم توصل للاهل ولكل العالم، انه هيدي السنه كان التصحيح كثير دقيق، يعني كان في مصحح اول مصحح ثاني مدقق، وكان في ايتاب رابع على اول سنه بتنعمل انه المسؤول عن اللجنه بلبنان يتاكد اذا المدقق حط العلامه صح، يعني لاول مره فينا نقول انه ما بقى في خطا ان شاء الله بالامتحانات الرسميه ان شاء الله. انا بدي اشكرك استاذه هيلدا، وكمان بدي اقول للي ما حلفهم الحظ بالنجاح انه يحضروا حالهم ويدرسوا شوي بعد لحتى يقدموا على الدوره الثانيه. شكرا لك اعزائي المشاهدين، فاصل ومنتابع فقرتنا. قلبي 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 يا قلبي قلبي. جديد نبيل حرفوش، يا قلبي بكف سرقة بكف نصب. قلبي غنية جديدة لشرب للمعروف بنبيل حرفوش، استوحى كلماتها ناجي سفير من كرسي اعتراف المؤمنين بسنتريت تاع جلتون، ومولة من سرقة النظورات والتبرعات اللي وصلت لملايين الدولارات. الخميس كانوا يكون في عجق كتير حتى يتسكر السير بعجلتون، بتفوتي بتلاقي عالم يلي نازل الحافه، يلي جاي راكع، يلي عم بحط بهالصناديق البروفيزيون، هيك العالم فوق بعضها، بخور ودق على العود وتريتيل، صوته حلو يعني،
في كان شخص اللي هو اللي كان عم بيرتب يمكن او عم بيدعل او ما بتذكر، لابس ثراب احمر وقاعد ورا هيدا عم بيعرف. فت اعترفت عنده انا ثينكينج انه هيدا خوري. بس اليوم شعت البانويات وشعت كل هول وسمعت بالفضيحه هذيك السنه انه كان في قصه هن منو نخوارني. انا اليوم بسال انه انا رحت اعترفت عند واحد منو خوري؟ طب انا اعترفت على اشياء كثير بسيطه. طب انا اليوم شو باكد لي انه لو رحت اعترفت على شيء كبير عملته ما بتزوني بما انه منو نخوارني؟ وبتعجب شغله ثانيه انه كان يصير زياحات بالمنطقه والاخوارني والكنيسه والرعيه وكله كان يواكبهم. طب انا اليوم مش شغلتي اعرف اذا هالانسان خوري او لا. وقت بينت القصه كلها واجوا ختموا لهم بالشمع الاحمر انه انا ما بفهم هذا انتحال شخصيه مصبوع احتيال على العالم وعلى ربنا. يعني انه ثاني نهار طلعوا ما حدا عم بيسال ولا حدا فرقني معه ولا تحاسبوا. ليه؟ لانه معهم مصاري. طب هالمصاري منين جابوهم؟ ثنائي ان اند ان اللي أسسوا جمعية بيت الفقير صاروا اليوم بيملكوا سيارات بتفوق قيمتها مليون دولار حسب ما بيأكد أهل البلدة. هيدا غير الشقق بالأشرفية والأراضي والقصر الفخم اللي رصدته كاميرا على المخبر بمنطقة دريا. ورغم أنه الكنيسة أقفلت الجمعية اللي كانوا يستغلوا الناس باسمها، إلا أنه أهالي منطقة عجلتون والرأي العام بعدهم بيسألوا ليش هالناس ما تحاسبوا على جرمي انتحال الصفة والاحتيال، ومين كان حاميهم، كيف تبيضت صفحتهم بشحطة ألم رغم وجود دعاوى موجهة ضدهم من قبل متضررين من أهالي المنطقة، وليش ما تم التحقيق معهم بمفرزة جوني رغم إحالة ملفهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية بجبل لبنان. إذا كان الزلمة عم بيحتال وعم يعمل حاله خوري، بدك تسأل كيف جاب المصاري؟ يعني بداش اثنين يحكوا فيها. كان عم بغش العالم، غشهم انه ساعة خوري وساعة عم فنان. وبانتظار ملاحقة نبيل حرفوش وناجي سفير ليكونوا عبرة لكل شخص بيسمح لحاله يحتال على الناس كأن عايشين بشريعة غاب تصبحوا على دولة. نعتذر بأنه طلعنا بهيدي الفقرة من دون ما كان في بريك. كان التقرير عن نبيل حرفوش وناجي سفير اللي امتهنوا مهن احتيالية باسم الكنيسة. معنا الأب عبدو أبو كسم بهيدي الفقرة، رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام، حتى يعني يمكن لازم الناس ننور الناس انه في محتلين عم يحتلوا باسم الكنيسة وعم يستغلون ماديا. يعني نبيل حرفوش وناجي سفير استغلوا عدد كبير من الأشخاص ماديا وأسروا ثراء غير مشروع من وراء الاحتيال، لأنه كانوا الناس المؤمنين يقدموا لهم تبرعات كمان كتير مبالغ كبيرة، وبعدين شفناهم أنه تحولوا للغناء وللطرب. شو رأيك بير عبدو بهذه الظاهرة؟ نسميها ظاهرة مش بدعة مثل ما كنا عم نحكي. صح، هذه ظاهرة يعني فيها على ما يبدو غش وخداع. بالواقع الجمعية اللي كانوا عاملينها بيت الفقير هي جمعية فيها علم وخبر من الدولة اللبنانية، وفيها علم وخبر من السلطة الكنسية، لأنه أي جمعية بتتألف إلى صلة بالكنيسة أو إلى صلة بعمل الخير وبعمل المحبة بحق للعلمانيين يعملوا جمعيات هيك، لكن بتكون بإشراف، يمكن بتكون بإشراف الكنيسة، ولكن في تحت المراقبة. يبدو هالشخصين هودي حاولوا يأسسوا هالجمعية تحت اسم بيت الفقير والديسة ريتا، وحاولوا أول مدة أنهم يعملوا أعمال محبة ورحمة وفي ظاهر الثقة وهيك. تابعون بالمطرانية بهذا الموضوع، أول مرة عطون المخبر على سنة يعني حتى يشوفوا كيف عم يتصرفوا. نعم. إلى أن من بعد يمكن ما تمكنوا من أنهم يظهروا صورة بيت للقديسة ريتا وبيت الفقير على ما يبدو. هلا لازم القضاء هو هون يقول كلمته. بس القضاء انتم ادعيته ككنيسه، هل الكنيسه ادعتها او الكنيسه ابلغت القضاء بهذا الشيء؟ الكنيسه عملت شغله، يعني الكنيسه من بعد ما ثبت لها انه هالشيء انحرف عن مساره مرسوم له انه عمل المحبه وعمل الخير. نعم. والصلاه وقفت. يعني جمدت هالبيت وسكرته هلا ولغت يعني الكنيسه جمدته. بس نعم. هون ما طلب، يعني ما تم الطلب من القضاء تبحث بامر هذا الاحتيال. المتضررين هن لازم يطلبوا من القضاء، والقضاء بس يسال الكنيسه ويطلب رايها
يعني السلطة المحلية أكيد لح تعطي رأيها بهذا الموضوع. طيب. شو معلوماتكم بير عبدو عن حجم الأموال اللي كانت تتاخد من الناس؟ يعني بطريقة يعني عرفنا في مئات ألوف الدولارات، في كان مثلا يبيعوا ندورات، يقوموا هن بعملية التبريك بمشاهد يعني بيّنوا أنه هن وكأنهم نصبوا نفسهم أباء أو حتى يعني شفيع أو قديس أو إذا بدك تقول. للأسف ما حدا بيقدر يعطي البركة إلا الكاهن يلي هو معه سر الكهنوت. بس هيدا مش انتحال صفة؟ هيدا انتحال صفة طبعا، ما حدا في يعطي البركة ولا حدا بيحق له يبارك حدا إلا ما يكون معه صفة الكهنوت. هي بالدرجة الأولى. إذا كانوا ارتكبوا، يبدو أنه ارتكبوا هالقضايا هيدي، الكنيسة دغري أخذت قرار وقفت. يبدو أنا بدي أقول شغلتين، وهون لازم ننور الرأي العام. نحن ببرنامج اسمه علم وخبر، نعم، وهون لازم يكون أخذوا علم وخبر من الوزارات المختصة. يعني وقت واحد يعمل بيت جمعية بده يأخذ علم وخبر من وزارة الداخلية. نعم نعم. اليوم نحن في مسؤولية مشتركة، مسؤولية على الكنيسة إنه تتابع إذا هؤلاء هالناس اللي أخذوا منا هالإذن بنسميه نحن عم يلتزموا بهالإذن. نحن هون بيوقف شغلنا، إذا التزموا فليكن، إذا ما التزموا نوقفهم، وهيك صار وقفنا هون. كمان أنا برأيي وزارة الداخلية لازم تتحرك، وهيدا إخبار لوزارة الداخلية عن هالجمعية وغير جمعيات. نعم. في كتير جمعيات تستغل عم تروح تجدد كل سنة. نعم. بتجدد كل سنة العلم والخبر تبعها، وبتقدم ميزانيات وهمية مش هيك، وبتمشي وبتلم مصاري على الطلع والنازل. نحن ما نوعي الرأي العام، نعم، نوعي المؤمنين ما تنجروا ولا تنغروا بهالمظاهر هيدي، ما تلتزموا بأي شيء إلا إذا شفتوا كاهن خوري يعني لابس ثوب الكهنوت حقيقة ومعروفين الكهن. نحن الكهنة كل كهن له مرجعيته، نعم، له أبرشيته، له مطرانه. ما ابدا ينجروا ولا هالناس يلي يمكن ما بعرف بيسحرون بافكار او في ناس كتير بتبقى جايه لتصلي ويمكن عندها مشكله معلقه بحبال الهوى تتاثر. يبدو ان هذا الموضوع انت حكيت معهم؟ لا انا ما بعرفه، انا شخصيا ما بعرفه. شو عندهم تاثير سحر؟ مش سحر، يمكن بيتمسكوا قدام الناس وبيعطوهم بخور وبيصلوا لهم. ويعني يعني عم بتذكرنا هيدي الزهره بزهره جورج كوين كمان اللي كانت هيك شبيهه لإلها شوي، طبعا ببيت المحبه بأدونيس. بيت المحبه عم يتعالج بشكل قانوني، يعني هلا صار تحت سلطه مطران المحلي، وفي خوري عم بيتابع ورايحه بالاتجاه لانه هيدي فيها وقف وفي املاك كثيره. يعني عم يجربوا انهم يقونوا هالزهره. نعم. وتكون مضبوطه، بس هيدي لا، هي مختلفه، هيدي مثلها واكثر. انه كمان مش هيني اشخاص يكونوا بمظهر انهم عم يتظاهروا بالتقوى وبالفضيله، وشان نشوف صورهم على التصريحات. هيدي انت ما تفاجأت، صار في بعض التغيير بالملامح للمطرب نبيل حرفوش، يعني صار يعني تغير ملامحه ونزلت صوره على الطرقات بلبنان على اساس انه مطرب. شغله مش مقبوله ابدا، وفي ناس متضرره. في ناس متضرره، رح يكون لنا اتصال مع محامي احد المتضررين. وايضا هون بدي اشير باعتذار لدكتور ناجي صفير اللي هو غير ناجي صفير للتوضيح، واللي وردت صورته بالخطا اول ما اعلنا عن الموضوع، ولكن اكيد رجعنا دركنا هالأمر وبدنا نعتذر منه لأنه في كتير ناس اتصلوا فيه يعني استغربوا القضية. دكتور ناجي يمكن معنا بحب يعمل مداخلة. مساء الخير دكتور ناجي. معنا المحامي دوري صقر باتصال. مساء الخير. ألو بونسوار. بونسوار، كيفك أستاذ دوري؟ أهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. تحية لك ولضيفك الكريم ولكل فريق عمل المخبر. شكرا لك. يمكن كان لازم نعطي المؤمنين بلبنان علم وخبر عن اللي صار من قبل نبيل حرفوش وناجي صفير. كان في مؤمنين كانوا كثير كرماء، يعني اغدقوا اموال يعني طائله على اعمال خير كانوا مؤمنين انه هن عم بيعملوها، وبالاخر تم الادعاء عليهم من قبل البعض، وانت محامي بهالقضيه، شو بتخبرنا؟ صحيح. اول شيء كنت بتمنى اكون ضيفك على البرنامج.
يا ريت نحن كمان بنتمنى كنا هالشيء. حكينا بهذا نعم. الموضوع بس نظرا لبعض الظروف خارج عن ارادتي ما قدرت تكون معكم. مش مشكله هلا انت معنا. نعم لك وعد مني انه هي مش اول واخر مره. وفي بعض المستندات بدك تكشف لنا عليها لانه نحن رح نتابع هيدي القضيه. انا بعرفك بتروحي للموضوع بالاخر. اكيد اكيد. بس اليوم اكثر من هيك يعني عم بحكي مش بس بصفتي كوكيل احد الجهات المدعيه يعني عم بحكيك بصفات شاهد كمان. نعم. انا ويكبتون عن قرب لفتره طويله مع احد موكلتي يعني. نعم. ويكبت هالشخصين ومشان هيك برجع باكد على اللي قاله فار ابو كسم. اول شيء بصير للريبه هو وضع الجمعيه القانوني يعني اليوم اخدع المخبر بوزاره الداخليه بس اذا بنشوف نحن طلعنا على العلم والخبر هي من ناجي صفير ونبيل حرفوش ووالدتهم يعني هذه اول نقطه بتصير شك لانه اليوم الجماعه ما عندهم تراك ريكورد بتاسيس جمعيه ولا بالقيام باعمال الاطار يعني اليوم هذا اول شيء بصير شك. نعم. هيك باكد على قاله فار ابو لازم نرجع دائما نخلط هالموضوع ما يتعلق بقانون الجمعيات. ونحن تقدمنا بدعوى عن احد الوكلاء مثل ما تفضلت وقلت بالريبورتاج. شو صارت؟ وين صارت الدعوة؟ نحن لهلا صراحة عم نجرب نتابع هذه الدعوة بس اختفت. اف بكل صراحة اختفت. ليش اختفت؟ هيدا سؤال كمان عم يسأله بير عبدو. هيدا بحطه بإطار المعنيين والقضاء والقوى الأمنية. يمكن صاروا من أصحاب نفوذ، يمكن صار عندهم علاقات بمناطق. مين هن؟ نبيل حرفوش وناجي صفير أصحاب نفوذ؟ طبعا. لا يمكن إنه ما حدا بتابع يعني نحن متابعين لهالقضية ونحن بنطلب إنه إذا في أي شكوى بعدها بمخفر معين أو إنه ما رجعت تحولت عن النيابات العامة إنه يتم الإفراج عنها أو يصير في تقديم شكاوى جديدة من بعد الحلقة. صحيح. نعم. كمان بدي نوه عشان بدي اقول شغله على ابونا ابو كاسم يمكن شدنا ايده باطار الجمعيات بس انا برايي الكنيسه كمان كان لازم تروح لابعد من هيك لانه اليوم في نظام معين لازم يسال من اين لك هذا والجماعه نظرا للماضي تبعهم نظرا للشغل اللي كانوا يشتغلوه وانتم عملتوا تحقيق وافق بهذا الاطار يخلصوا بالبوردات على الاوتوستراد اكثر من اشهر فنان يعني الكنيسه كمان لازم تساعد مزبوط انه كان في مبالغ يعني كبيره تم الاحتيال فيها على البعض ومنهم موكلتك صحيح كانوا قديش المبلغ يعني خليني اكون ما اكون كثير دقيق بس انا بقول لك فوق المليون دولار في بعض الاثباتات يعني ممكن انه تزودنا فيها في بعض ان شاء الله كل شيء بنبرزه بالوقت يعني في كانت تنقبض مبالغ نقديه كاش ولا كان في تشيكات ولا شو في شيكات في كاش ان شاء الله كل شيء بنبرزه بالوقت المناسب هلا هن يعني قدروا هيك بوائحه شيدوا اثر باسمينهم يعني ان اند ان يعني مؤيد على الاثر اللي مشاهدينه في علاقه غريبه بتجمعهم الوائحه الاكثر هي هالصور يلي العالم على السوشيال ميديا كانوا متسائلوا مين هول وليش هول ومن وين طلعوا يعني اليوم يعني مش بس عملوا عملتهم وتخبوا بالعكس في وقاحة على القانون وعلى الكنيسة نعم وللأسف يعني اليوم هذا الفساد اللي عم نعيش فيه لازم يخلص بمرحلة طيب أستاذ دوري أنت رح تتابع بالقضية أو يعني من هالمنبر واللي إذا نحن رح نتابع معك نعم إذا رح قلك أنت رح تتابع أنت ما بتقبلي بعرف كيف بتشتغلي بعرف أسلوبي طبعا أكيد ما بنقبل وهالشيء هيدا بمس بالكنيسة كمان لا الكنيسة بتقبل ولا نحن بنقبل بقناة الام تي في إنه يصير هيدا الشيء بتحب تضيف شيء أستاذ دوري تفضل بتشكر تضويتك على هيدا الموضوع الفعلا الدعاء المخبر بتشكر بير أبو كسم وبطلب منه كمان يكفي معنا هيدا الموضوع يعني ما يوقفوا إنه سكروا البيت بالشمع الأحمر لأنه اللي نصب الدين انتقلوا لمهنه ثانيه يعني نعم. بتمنى طبعا والاموال اللي يعني كانت نيه الناس يتبرعوا فيها
للفقراء وللكنيسة، لازم ترجع يمكن للفقراء وللكنيسة. شكرا لك أستاذ دوري صقر. شو بتخبرنا؟ أنا يعني سأل سؤال مهم اللي هو يعني نوعا ما محق، انه الكنيسة بتتعاطى بتسامح كبير الهيئة مع الناس اللي يعني ليش ما بتروح بالأمور للقضاء؟ اليوم في ناس متضررين ماديا، هلا عم بسمع انا انه في حدا متضرر $1,000,000. نعم. وانا ما بعرف مين هالشخص اللي هالقد دافع، بس اليوم وقت يكون في دعوة انا بتمنى وعلى الاستاذ لانه هو وكيل انه دعوة ما نعرف ليش وقفت. هي اول شيء الكلام خطير، عم بقول انه ضاعت الدعوة. اذا الدعوة بالقضاء، احنا سالنا عملنا بعض البحث بالموضوع، تبين انه الدعوة انتقلت باليد من النيابة العامة على احد المغافر وما رجعت، يعني ما وصلت بعد للقضاء. يعني يمكن لازم انه يتقدم دعوة طبعا جديدة. لازم هالحقيقة تنجلي الكنيسة. ما في مكتب قانوني بالكنيسة يتابع هالمواضيع؟ بالكنيسة في محاكمنا، بس نحن بهالمحاكم ما لا لنا. مش محاكم روحية يعني أو محاكم كنسية، عم نقول إنه مكتب يدافع عن مكتب من المحامين، يعني يدافع مثل ما في اتحاد الكاثوليكي للإعلام، يكون في اتحاد قانوني في محامين عنا لحقوق المؤمنين. طبعا في محامين، بس انا اللي بدي اقوله حتى ما نضيع الموضوع. خلينا نرجع نحط الموضوع باطاره. الكنيسه عملت شغله قفلت بالشمع الاحمر. نعم. وبعد لازم تعمل شغله، بس بده يكون في دعوه مقدمه مش هيك من ناس متضررين. خلي يروحوا على القضاء، والقضاء بس يطلب راي الكنيسه رح تعطي رأيها، ولح كمان هي الطالب إذا هذا المال للفقراء بده يرجع للفقراء. بين هلالين في أحد اللي المتضررين اللي تحول لمدة عليه من قبل نبيل حرفوش وناجي سفير، اللي هددوا بدهم يفتحوا دعاوى علينا قدح وزم. يعني ماشي أمور القدح والزم، يعني بيكون واحد هو اللي عمل اللي الأخطاء والجرائم ومرتكب جرائم بده يروح يدعي قدح وزم. البعض يمكن حب أنه يسكر على الموضوع لأنه ما بده يفوت بقضايا قدح وزم، لأنه تم سابقا الادعاء من قبلهم على بعض الناس اللي كانوا عم يحكوا عنهم. فنحن بنقول نحن ما بهمنا أي قضايا قدح وزم، وهلأ رح نخبركم أي قضية قدح وزم من فتحت على البرنامج بأول حلقاته. بكل الأحوال خلينا ناخذ اتصال من دكتور ناجي سفير. مساء الخير دكتور. مساء الخير ست غادة، كيف حالك؟ ماشي الحال. يعني نحن وضحنا أنه حضرتك غير ناجي سفير، يعني تشابه أسماء. هل بتعرفوا لناجي سفير؟ لا ما بعرف منه. خليني نوهها شغله سريعه. نعم. ما بدي اطول الاخذ وقتك بالحلقه. تفضل. اول شيء ممنوع حدا يستعمل الجمعيات يلي هي هدفها اجتماعي لعمليات مصرف، وانا بشد على ايدك انك تتابع هذا الموضوع. شكرا. يعني بهمني نوه بموضوع اساسي، ناجي سفير ما له علاقه بناجي سفير اللي عم يحكي، اللي هو دكتور ناجي سفير. نعم. اللي بيعلم بجامعه الكاثوليك يلي هو رئيس جمعيه فور لبنان. لا جمعيه فور لبنان ولا وجوه من لبنان ولا ناجي سفير يلي عم يحكي له علاقه بهدول الشخصين المشبوهين. طبعا. نعم. وانا بدي هنيك على البروجرام، وبتمنى انك تكفي للاخر، ونحن اذا فينا كجمعيه ندعي نحن جاهزين ندعي معك. شكرا لك دكتور ناجي سفير. كيف بتنهي لنا الحلقه فير عبده؟ انا بدي اقول انه لكل الناس اولا ما ينجر وراء أي ظاهرة من الظواهر التقوية إلا في مراكز، يعني يعني يتحققوا، يعني في مزارات رسمية، في نعم أديار طبعاً، في مشارب، في حيث يكون هناك أسقف وكاهن، وهذا هناك بيقدر يكونوا. لأنه قضية الاعتراف سمعت بالربورتاج في ناس إجوا اعترفوا عندهم، هذه شغلة خطيرة خطيرة طبعا. يعني لازم يكون في وعي عند الناس. ثانيا أنا بدي هذا الموضوع لأنه في اسم الكنيسة بالدق وفي ناس متضررين. نعم. تروح الدعوة للقضاء وشو بقول للقضاء، ونحن مستعدين نتعاون مع القضاء. نحن نعتبر أنه هاللي صار بهالحلقة هالمعلومات كلها كمان إخبار للنيابة العامة التمييزية أنه تتحرك. أنا بدي أشكرك بير عبدو أبو كسم، بدي أشكر اللي كمان تابعوا معنا هذه الحلقة وشاركونا، المحامي دوري صقر، الدكتور ناجي سفير. وفاصل إعلاني ومنتابع بعد عنا فقرات كتير مهمة بالبرنامج.